أنا ماتريسي ترامان. هذا الأسبوع في ريل إيكونومي سنتعرف على عالم التمويل الأصغر في السوق الأوروبية التي تهيمن عليها البنوك التقليدية. سنتحدث عن القروض الصغيرة في رومانيا، لنشاهد كيف يمكن لمبلغ محدد وتدريب قليل إحداث فرقاً. سنشاهد كيف يتكيف هذا النموذج بفضل التقنية وفقاً لاحتياجات الأفراد والشركات في أوروبا الغربية، حيث لم يعد بالإمكان الاستفادة من الائتمان التقليدي للبنوك. وأخيراً، صندوق الاستثمار الأوروبي سيزودنا بمعلومات عن كيفية الاستفادة من التمويل الأصغر. عادة تربط القروض الصغيرة والتمويل الأصغر بالدول النامية، لكن الآن بأوروبا أيضا هذه الخدمات تعد وسيلة للمشاريع، كما هنا في هذه السوق والأشخاص من ذوي الدخول المنخفضة. قبل الذهاب إلى أبعد من هذا، هذه دورة مكثفة. في فترة ما العجلة المصرفية كانت تدور بالنسبة لفيكتور. الإيرادات والموظفون والقدرة على تسديد القروض عوامل مكنته من الحصول على الخدمات المالية التقليدية. بفقدان عمله، فيكتور فقد هذه الإمكانية، فبدأ يعمل على حسابه الخاص. لم يعد بإمكانه أن يحصل على ائتمان من المؤسسات التي تقترح تقديم التمويل الأصغر لذوي الدخل المحدود، لذا بإمكانه أن يطلب قرضاً شخصياً لا يزيد عن 25 ألف يورو لدفع الإيجار وحالات الطوارئ والتدريب. هذه المؤسسات تقدم أيضاً برنامجاً توجيهياً وخدمات مختلفة للإدخار والتأمين والمدفوعات والتحويلات المالية. بذلك يتمكن فيكتور من تمويل نشاط يدر عليه دخلاً دون مساعدة البنوك. الآن بعض العناصر السياقية. في العام 2013 ساعد التمويل الأصغر في أوروبا على إطلاق مليار يورو ونصف المليار. متوسط مبلغ القرض حوالي 8500 يورو، 79% منها كانت للأعمال التجارية والباقي للأفراد. مقارنة بالعام 2011 هذا التوزيع تحول لصالح الشركات. في دول أوروبا الشرقية كرومانيا مثلا، التمويل الأصغر أصبح شريان الحياة بعد سنوات من إعادة البناء. اليوم نتائج هذه الأجهزة الصغيرة فيها أصبحت كبيرة، كما استنتج غيوم ديجاردان. الموهبة لا تقدر بثمن، بيد أن رودولف فلوريا بحاجة للاقتراض لتوفير المواد الأولية لمشروعه كصانع آلات موسيقية. البنوك تطلب منا أطنانا من الوثائق، لأننا بدأنا للتو، مبيعاتنا لم تكن كافية لإثبات قدرتنا على تسديد المال. آنذاك وبفضل مستوى المبيعات والدخل تمكنا من الحصول على قرض صغير من مؤسسة فاير. في العام 2013 رومانيا منحت 47 ألف قرض من القروض الصغيرة، 9000 منها لأصحاب المشاريع. في أوروبا الغربية التمويل الأصغر موجود أيضاً والمبالغ أكبر، لكن هنا في الشرق لأن القروض أصغر عدد المستفيدين منها سيكون أكبر، وهذا هو الذي يحدث فرقاً في الاقتصاد الحقيقي. بالنسبة للذين يستفيدون منها هناك تأثير اقتصادي كبير لأنهم تمكنوا من الاستمرار. هذه هي النقطة الأولى، لقد تمكنوا من كسب العيش الكريم والتطور تدريجيا والتقدم شيئا فشيئا على المستوى المهني والاقتصادي، وسوف يتمكنون في يوم ما من الحصول على تمويل من المصارف. لكن التمويل الأصغر لا يقتصر على الائتمان، كما يقول المثل القديم، لإطعام رجل ليوم واحد نعطيه سمكة، ولإطعامه على الدوام نعلمه الصيد. بعض مؤسسات التمويل الأصغر تقدم لزبائنها تدريبات لمرافقتهم خلال القيام بمشاريعهم. دوميترو مزارع ألبان خلال عام واحد حصل على 5 قروض للاستثمار في مزرعته، لكن ليس هذا فقط. شاركت في دورة نظمتها المؤسسة هنا أيضا في قريتنا. كنا نجتمع مع المزارعين لكي نتدرب على المواضيع التي نحتاج إلى دراستها. التدريب كان مفيدا جدا.
بالتأكيد التمويل الأصغر بمفرده لا يؤدي إلى الانتعاش الاقتصادي في دول أوروبا الشرقية، لكنه يولد فرص العمل والثروة على نطاق صغير بالنسبة لأصحاب المشاريع. لدعم جمع المال الذي نحتاجه، وسيلة التمويل الأصغر في أوروبا بروغرس تركت المكان لضمان البرنامج الأوروبي للتوظيف والابتكار الاجتماعي المدار من قبل الصندوق الأوروبي للاستثمار. إننا في لوكسمبورغ مع الرئيس التنفيذي للصندوق الأوروبي للاستثمار. ما هي خبرتك في مجال التمويل الأصغر في أوروبا؟ الأزمة بين عامي 2007 و2008 غيرت طبيعة السوق. الكثير من الذين لم يتمكنوا من الحصول على عمل في القطاعات التقليدية قالوا إنهم سيعملون لحسابهم الخاص، لكن الوصول إلى قنوات التمويل المصرفي كان محدودا. بعد ذلك العملية نفسها حدثت بالنسبة للاندماج الاجتماعي والاقتصادي، ليس بالنسبة للعاطلين عن العمل فحسب، بل وأيضا لسيدات الأعمال مثلا، وربما اليوم أو غدا للمهاجرين. لذلك التمويل الأصغر هو الأداة التي يمكن أن تساعد نسبيا على معالجة عدد كبير من الصعوبات. تشير التقديرات إلى أن في الدول الأعضاء 28 الاحتياجات غير الملبة للتمويل الأصغر بحدود 5 إلى 6 مليارات يورو. هل التشريعات والإعانات من الدول الأعضاء يمكن أن تشجع على مزيد من النمو في التمويل الأصغر؟ الصندوق الأوروبي للاستثمار يتدخل في حالة عدم تمكن القطاع الخاص لأسباب مختلفة. عادة ما نقوم به هو توفير رأس المال المبدئي لهذا القطاع لتطويره، ومن بعد نستطيع الانسحاب حين يتدخل القطاع الخاص. من المكلف تقديم العناية اللازمة ومعالجة القروض الصغيرة جدا والتي تقل عن 25,000 يورو، فهناك تكاليف ثابتة مستقلة عن مبلغ القرض. لذلك من المنطقي لبنك أن يمنح قرضا بمبلغ 1,000,000 يورو بتكلفة 1%، لكن القرض الصغير مكلف للغاية. البنوك لا تحرص على القيام بهذا، لذلك هناك حاجة دائمة إلى دعم القطاع العام في غرب أوروبا وفي شرقها. حين يصعب الحصول على قروض من البنوك، الكثير من الناس يلجؤون إلى طرق أخرى متداولة اليوم هي الموارد الخاصة. إنها طريقة غيرت عالم التمويل الأصغر وفتحت آفاق جديدة كالتمويل الجماعي. هذا تقرير لفانيغوريا. الأموال لم تعد صغيرة بعد الآن. نظراً لتعقد سوق الائتمان المصرفي، ظهرت بعض النماذج الجديدة للتمويل على الإنترنت منذ أزمة العام 2008، إنها على شكل مكافآت وحقوق ملكية وقروض. هذه الخدمات المالية البديلة على الإنترنت تسمح لنا أن نصبح مستثمرين في مشاريع خاصة كهذا المتجر الصغير للسمك. نيكولا حاول أن يحصل على قرض صغير لتطوير متجره، بيد أن المصرف رفض، فوجد على الإنترنت منصة لإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة. اقترحوا علينا حلاً خلال أسبوعين أو أسبوعين حصلنا على المال في حساب مصرفي. الفائدة التي طلبوا بها كانت أعلى قليلاً من فائدة البنك. لا جدوى من الحديث عن البنوك لأنها لم ترغب بمساعدتنا أصلاً. المبدأ هو توفير قروض من قبل الأفراد أو الشركات مع الرغبة بعائد من الاستثمار على هذه المنصة. القروض هي من 5,000 جنيه استرليني إلى 1,000,000 جنيه استرليني. هذه القنوة البديلة هي فرصة لهذه الشركات للحصول على رأس المال. إنها أشكال جديدة للتمويل أقل تكلفة من البنوك التي لديها بنية تحتية تقليدية. لكن هذا لا يخلو من المخاطر بالنسبة لأموالنا، حتى لو كان تشريع التمويل في المملكة المتحدة بشأن حماية المستهلك ينطبق جزئياً على الشركة. لتقديم طلب لدائرة التمويل على شركتكم أن تقدم ما يثبت أنها تأسست قبل عامين وأنها راسخة. لدينا فريق لتقييم الائتمان هو الذي يقيم الخطر من أي إلى إي، كل نقطة تعادل سعر الفائدة، ومن ثم يتم وضع المشروع في السوق. المستثمرون الأفراد والمؤسسات أو حتى الحكومة البريطانية يقررون من بعد إقراض الشركات مباشرة. لغاية الآن مؤسسات التمويل الأصغر لم تستخدم الإنترنت
لدرجة كبيرة. هذه التقنيات تتيح لها أن توسع نطاق نشاطها وأن تمنحها كفاءة أكبر. في أوروبا، المملكة المتحدة هي أكبر سوق للتمويل البديل على الإنترنت لأن بنيتها التنظيمية أكثر مرونة. تحقيق التوازن بين الابتكار والحماية من التحديات التي تواجه المشرعين لمرافقة نمو سوق الائتمان الأصغر. ما الفائدة التي تحصل عليها أنظمة تمويل الشركات الصغيرة كالمتاجر مثلاً، ولكن أيضاً لمستقبل التمويل الأصغر؟ سنعود إلى الرئيس التنفيذي للصندوق الأوروبي للاستثمار. بالتأكيد هناك عناصر تجعلنا نقول أجل منصة القرض أي التمويل الجماعي يمكن أن تصبح أكثر أهمية بكثير، فهي قادرة على الحد من التكاليف التي قد تكون من أهم الصعوبات حين يتعلق الأمر بالثقة بقطاع التمويل الأصغر. هل هناك خطر تضييع فرصة التكامل الاجتماعي من خلال هذه الوسائل التمويلية عبر الإنترنت؟ نعم، إنك على حق. من الصعب التوصل إلى صناعة موثوق بها لتمويل الأصغر دون تقديم دروس كافية للمقترضين. هذا جانب لم يؤخذ بعين الاعتبار في هذه المبادرات على الإنترنت. في إطار هذه الصناعة تم تعلم الكثير من الدروس لتجنب القروض المتعثرة أو غيرها من المخاطر التي لا تريد البنوك أن تتعرض إليها. شخصياً لا أعتقد أن القروض المتعثرة هي مشكلة حادة بشكل خاص في مجال التمويل الأصغر. المشكلة الرئيسية في التمويل الأصغر هي تكاليف المعالجة وتكاليف المعلومات والعناية الواجبة والرصد، إضافة إلى نسبة الفائدة. كل الابتكارات التي من شأنها أن تقلل من تكاليف المعالجة في هذا المجال مرحب بها. السيد جيلبرت، شكرا لك وشكرا لمشاهدينا. إلى لقاء قريب.